بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس أنور إسماعيل، مهندس معماري، أنا توا في مكان عملي في تنفيذ 2 فلل سكنية. هني طبعا مجال الهندسي عليه دور كبير في بناء الدولة. طبعا عارفين مجال الهندسي قبل الأحداث في حكم الطاغية كان يواجه مشاكل كبيرة، من لازم توا نحاولوا كيف نصلحوا الوضع ونقوموا باختيار الأشخاص المناسبين للقطاع المجال الهندسي. احنا لازم ننتخب في الشخص المناسب مش يقوم بتوفير كافة الظروف المناسبة لبناء الدولة الحديثة المتقدمة. نعرف طبعا دور المجال الهندسي في بناء الدولة وكيف كان قبل الأحداث وكيف كان كيف يكون تنظيم الأعمال الهندسية والمشاريع العشوائية والواحد وكل يعني المرتبات الحالية للمشاريع الآن. طبعا احنا كيف نبنوا بلادنا، نبنوا بلادنا بكون ترشيح للناس اللي تهمهم مصلحة الدولة وبناها بشكل لائق وشكل المتحضر. احنا لازم نشاركه في اختيار الشخص المناسب لكي يقوم بنهضة البلاد. أنا نساعد في بناء ليبيا بجهدي وعملي، وجاي دورك باش تساعد في إعادة أعمار ليبيا بصوتك. كن إيجابي وصوت. يا بلادي يا بلادي، بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي.